أصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير. فلنصغ: في ذلك الزمان كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك، فدعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. وإذ فرغت الخمر قالت أم يسوع له: ليس عندهم خمر. فقال لها يسوع: ما لي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. فقالت أمه للخدام: مهما قال لكم فافعلوه. وكان هناك ست أجاجين من حجر موضوعة بحسب تطهير اليهود، تسع كل واحدة منها مطرين أو ثلاثا. فقال لهم يسوع: املأوا الأجاجين ماء. فملؤوها إلى فوق. فقال لهم: استقوا الآن وقدموا لرئيس المتكئين. فقدموا، فلما ذاق رئيس المتكئ الماء المحول خمرا ولم يكن يعلموا من أين هي، أما الخدام الذين استقوا الماء فكانوا يعلمون. دعا رئيس المتكئ العريس وقال له: كل إنسان إنما يأتي بالخمر الجيدة أولا، فإذا سكروا فحينئذ يأتي بالدون. أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. هذه الآية الأولى فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده، فآمن به تلاميذه. حقا. Yeah.